النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا، يعني أي مكان تدخل فيه تنزل فيه تقيم فيه، سواء فكان في بيت في بحر في كهف في غابة، تقول دعاء مختصر يحفظك الله سبحانه وتعالى من كل شيء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تقول هذا الدعاء. ให้กล่าวดุอาอ์ต้นนี้นะครับ